ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. إيه، انا كان عندي سؤال يا دكتور. دلوقتي انا بعاني بشده من وزن، يعني انا عندي دلوقتي يعني تقلب في الوزن، ان انا مش وزني مش ثابت، يعني شويه بينزل قوي وشويه بيطلع قوي، وان انا دلوقتي يعني وزني طلع مره واحده وثبت. فانا كنت دلوقتي يعني بعاني من سمنه وتقل، يعني تقل في جسمي جامد. فكنت عايز بس يعني استفسر من حضرتك، ايه هي الاكل اللي انا استفيد منه يعني ان هو يقلل وزني، او ان هو مثلا يظبط الرجيم عندي، مثلا لو انا هعمل رجيم. انت طولك كام وزنك كام؟ انا طولي 170 ووزني 88، عمرك كام سنة؟ عمري 22. بتشتغل ايه؟ لا انا حاليا مش شغال. طيب قاعد على مكتب كتير، بتقعد في البيت البلاي ستيشن والعاب وحاجات كده؟ انا قاعد قدام الكمبيوتر. طيب بتفرد ظهرك وانت قاعد على الكمبيوتر ولا لا؟ احيانا ولا قاعد على طول كده تفرد هو ظهرك وتشد قعدتي جسمك؟ العادية، انا مش ببقى لا، مركز ان انا افرد نفسي إذا يعني أنت في تقعد الفراغ. على الكمبيوتر وقت طويل افرد ظهرك وشد جسمك، خليك شيك كده وأنت قاعد على الكمبيوتر، هتلاقي وزنك ابتدى ينزل. أدي واحد. نمرة اتنين، أي فاكهة أنت بتحبها يا أستاذ أحمد؟ هو انا الفواكه اللي انا بحبها يعني تفاح، مانجا، الفواكه العادية يعني، بس هي يعني في فاكهة واتنين ما بحبهمش. بس تقدر قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء تاخد حبيتين فاكهة من أي نوع أنت بتحبه، وكوبايتين مية كبار قد دي كده تقريبا. اذا خدت كوبايتين ميه كبار وحبايتين فاكهه هنملى تلت المعده ووزنك مش هيبدا يزيد. يبقى نلتزم بالقاعده دي، اذا التزمت بيها هتلاقي وزنك ثابت معظم الوقت وممكن يبدا ينخفض. ايه خضار انت بتحبه؟ الخضار اللي بحبه عامة، خاص الجزر؟ ها؟ الخضار بشكل عام برضو. بتحب الخضار الخاص، الخاص الخيار، الجزر، الحاجات دي؟ طيب احنا بنقول برضو ملك الاغذيه اللي تملى البطن وبتخسس الخس. يعني لو قدرت تاكل خصاية في الفطار وفي الغداء وفي العشاء دخلنا ليفة كبيرة جدا تنظف الأمعاء وتكنسها وتطرد الفضلات والسموم والغازات، وفي نفس الوقت هتشبعنا وهتخلي الفكين يشتغلوا بشكل جيد جدا، وده أحد عوامل زيادة إفراز الأنزيمات المفيدة في الجسم واللي بتخلينا نستفيد من الغذاء وما يبدأش يتخزن في الجسم، ويبدأ الكبد يتنشط كمان ويبدأ يتخلص من كتير جدا من السموم اللي فيه. الخس واحد من أهم الأغذية اللي ممكن نستخدمها قبل الأكل لكسر الشهية وسد النفس والتخسيس.